ايوا البنات كنا باغيين نتغداو، تعطل عليا والدراري فيهم الجوع، قلت نجيبهم هنا في الطبيعه. درت لهم عصير ديال الفريز بالليمون يعني بالليتشين. واو ريت اش يا اختي غادي دابا غادي ناكلوا عصير ديال الفريز. ايوا انا يا البنات انا جالسه هنايا لان في منفوخ ليا ماشي مشكل. ايوا صافي احنا في الطبيعه، جيتكم الطبيعه زوينه، طبيعه ربيع. ايوا البنات انتم الطبيعه. درت لهم فخاز بالليمون زوين. كيكه ديالي كيكه ديالك المسمن ديالي انا، اختاري كيكه ولا مسمن؟ يلا خذي مسمن. يا مشوفي مزيان في شيء، في واحد الحاجه زوينه عندك، فيه جبن هذا والله إلا فيه كيري، كيري زوين ماشي جبن، كيري كتعجب الدراري الصغار. يا حبيبي يا حبيبي الله يسعدك، وكان ملعب مليان واحد الهوا واحد الطبيعة. واو نقولش لكم البنات شوفوا مليانة ما عندي زهر. شربي عصير. اجيو اجيو يلا نمشيو. ايوا البنات كنتسناو
كنتسناو الغداء باش نتغداو ابخي غندي ولادي يلعبو. خرجتهم اليوم للطبيعة. اجل جلسوا هنا. هويا البنات انا جالسه هنايا ماما نطمنها ابركم هويا البنات اقعد المطاحن هاي ريتاج قلت علاش ندوزو قلت علاش من نخرج ولادي الغابه والطبيعه اليوم الدراري ما قاريينش قلت زعما علاش ما نخرجهمش للطبيعه يدوروا
ما كنت سهرة هي. وريتاش فاش كتفكري؟ وريتاش انت ناضي يلا مشي. وحشتي وي البنات. شريت هاد رينغ لايت باش نبقى نصور فيها. هاد البزطان الماركة شريتو على قبل ندير فيه باقي جديد ندير فيه حوايجي. ايوا هاهو رايان هريتاج هريتاج. جات وليداتي الغابة البنات. ما يا البنات كيما كتشوفو البنات حنايا دابا جبتو بلادي الطبيعة طبيعة ربيعة.